مشاهدينا اهلا بكل حضراتكم مره تانيه، واستكمالا لسلسله رجال صنعوا التاريخ والاخوان بربروسا عمالقه البحار، وازاي تم تصويرهم وتشويههم في اي دراما سينمائيه، طبعا كانت من انتاج هوليود او من غيرها من شركات الانتاج الاسبانيه وغيرها، اللي كانوا بيصوروهم ان هم كانوا مصاصين دماء، وان دول شخصيات للاسف الشديد كانت شخصيات بتعيش على القتل وعلى الدماء وعلى الافتراء على الناس وامور كتير جدا، وحتى كمان ناقشوا الامر ده في افلام الكرتون للاطفال. هنعرف مين هم الاخوان بربروسا، ونشوف الحقيقه ان دول كانوا مجاهدين في سبيل الله مع شيخنا الفاضل داعي الاسلام الشيخ ايمن خميس. اهلا بك يا شيخنا. اهلا بك استاذ الاستاذ المشاهدين جميعا، كل عام وانتم بخير وحضرتك بالف خير وصحه وسلامه يا رب. شيخ ايمن، الاخوان بربروسا عمالقه البحار، ويعني هوليود يعني ما فيش جهد ما عملتوش في تشويه الاخوين دول تحديدا، سواء كانت في افلام عاديه سينمائيه او حتى في افلام الكرتون للاطفال، فخلينا نشوف بقى ليه عملوا كده، ومين هم اصلا اخوان بربروسا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اني ابرئ اليك من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. بدايه بنتكلم على شخصيتين من او اربع شخصيات، شخصيات عظيمه جدا جدا، هما الاخوه بربروس. وكلمه بربروس دي معناها ذو اللحيه الحمراء، يعني مش اسمائهم اصلا، يعني هم اربع اخوات اشقاء من أب كان ضابط في الانكشارية، وهم أول حاجة خير الدين بربروسا اللي هو طبعا آخر واحد فيهم، اللي هو كان اسمه خضر، وكان في محمد ياسين، وكان في إسحاق، وكان في عروج أكبر من خير الدين بربروسا. الأربعة دول أصلا من أم كانت نصرانية، وكان زوجها قس، وكان أرملة، ودخلت في الاسلام هي واخواتها. ولما كان هم في من مواليد الاندلس، وكان وسقطت غرناطه في يد القشطاليين اللي هم طبعا هم النصارى الكاثوليك، اخذوا يعذبوا المسلمين تعذيب بشع في محاكم التفتيش كما نعرف يعني. دخلت في الاسلام فاخذوها يعذبونها هي واخواتها، فطبعا كان احد اقاربها كان من هم قائم على التعذيب، راح هربها، ما عرفش يهرب اخواتها، فلما هربها طلعها من الغرناطة وطلعها على تركيا. في تركيا هناك في اليونان تقابلت مع اللي هو أبوهم اسمه يعقوب بن يوسف، وده كان من ضباط الإنكشاريين، فتزوجها وأنجب منها أربعة، عروج وإسحاق ومحمد وخضر اللي هو خير الدين بربروسا. كل ده ما كانش اسمهم بربروسا، هم اسمهم ابن يعقوب بن يوسف. لغاية لما بدأ بقى هو إيه يعلمهم هم الصغار، كانت أمهم بتربيهم على ان اللي بيحصل في المسلمين في الاندلس اخوالكم ما زالوا هناك يعذبون، وكانت تحكي لهم هم اطفال تحكي لهم ايه اللي بيحصل مع المسلمين، وعن اللي هي شافته كمان من التعذيب والاهانه والدماء اللي كانت بتراق قدامها، الدماء وهتك الاعراض وتعذيب الاطفال امام ابائهم وامهاتهم وتقطيعهم وكل شيء، فكانت بتربيهم ان لابد لما يكبروا يطلعوا عشان يحرروا هؤلاء المعذبين في الاندلس. ربيتهم على كده، ابوهم كان اصلا من ضباط اللي هم الانكشاريين، كانوا بيربوا ابنائهم على الجهاد. هو خلينا نوضح الانكشاريين اللي هم كانوا المشاه، جنود المشاه العثمانيه، ولكن كانت القوات الخاصه، القوات اللي هو الكوماندوز زي ما بيسموهم، اقوى قوات في القوات العثمانيه، فقعد ربيهم على هذا الامر لغايه لما بداوا هم بقى ايه يطلعوا في البحار. كان في بدايتهم كانوا بيتاجروا في البحار وكلام زي كده، ولكن كانوا دايما يطلعوا لما عرفوا ان فرسان يقدسوا حنة في جزيره رودس، كان يطلعوا على الحجاج وعلى بسفنهم ويقتلوهم، كان فيطلعوا يتصدوا لهم، يطلعوا يتصدوا لهم ويقتلوا منهم وياخدوا مراكبهم. لغايه لما وصل سمعته للسلطان سليم الاول رحمه الله. طيب احنا خلينا نشوف امير البحار خير الدين بربروسا في فيديو، ونشوف بقى كانت البدايه منه ولا كانت البدايه من اخوه عروج ولا لا. خلينا نشوف الفيديو مع حضرتك مع كل متابعينا، ونرجع نكمل معاكم حدثنا.